معانا فيليبي كوفمان المدير التقني السابق لنادي بازل السويسري، هو ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا وسهلا بيك وشكرا طبعا على موافقتك ومشاركتك معانا. Good evening. Thank you. مساء الخير، شكرا شكرا لكم. يعني بداية أفهم شوية منك دور المدير التقني، أنت كنت مدير تقني سابق لنادي بازل في سويسرا، أفهم منك دوره وإيه الفرق بين المدير التقني عندكم في أوروبا أو في سويسرا بالفرق بين المدير التقني والمدير الرياضي. So finally it's just a definition. حسنا، في النهاية هو يظل تعريف، ليس إلا، لأن يوجد مدير رياضي في الأندية التي ليست بالكبيرة يؤدي نفس الدور، ولكن المدير التقني يهتم بالجانب الإداري وبالجانب الكشفي الخاص باللاعبين القادمين للفريق. طيب أسألك الأول فيما يخص قبل ما أروح للمدير الفني السويسريين اللاعبين المصريين، وأنا بيتهيألي إنه أندية سويسرا في فترة من الفترات كانت بتهتم قوي بأنها تشتري أو تنتدب لاعبين مصريين، ومنهم كتير نجحوا في الدوري السويسري أو مع أندية سويسرية، ومنها تحركوا لدوريات كبرى في أوروبا زي ألمانيا وزي إنجلترا. تقييمك بداية لتجربة اللاعبين المصريين على الأقل اللي لعبوا في نادي بازل، يعني أنا عارف أنه حمودي، عمر جابر، صلاح النني لعبوا في بازل أعتقد في التسعينيات، كابتن هاني رمزي انطلاقته كانت من نادي اسمه نيو شاتل ايضا في سويسرا، اعتقد ان نادي من نادي النوادي الكبيره. تقييمك لبدايات اللاعبين المصريين مع الكره السويسريه او في الدوري السويسري؟ So as you said, كما قلت at FC Basel we had some exceptional لدينا كما قلت أنت لدينا استثناء في بازل. فبالنسبة لي الدوري السويسري هو دوري واعد وقاعدة جيدة للاعبين لاستخدام لاعبين لأوروبا من أفريقيا ومن أمريكا الجنوبية. سويسرا هي بداية جيدة للاعبين من هذه القارات للتأهل واللعب في الدوريات الخمسة الكبرى. نعم لدينا يا محمد صلاح وكان لدينا النني، وأستطيع أن أقول أنهم أفضل اللاعبين المصريين في سويسرا. ده ما شجعش أندية تانية في سويسرا على أنها تفكر في صفقات أكتر من الدوري المصري؟ يعني احنا بنشوف منتخب مصر في آخر بطولة لبطولة أمم إفريقيا وصل للمباراة النهائية، منتخبنا الأولمبي وصل ايضا لمباراه نهائيه في بطوله افريقيا وتاهل بالفعل للمشاركه في اولمبياد باريس، النادي الاهلي هو بطل افريقيا، نجاحات صلاح والنني مش من المفترض ان كل الامور دي تكون بتمثل مغريات للانديه السويسريه على التعاقد مع لاعبين مصريين ومحاوله تكرار تجربه النني وصلاح مره ثانيه؟ Yes, نعم. yes, of نعم. course. بالطبع. I think especially these players showed خصوصا ما قدمه هؤلاء اللاعبين يعني هذين اللاعبين في سويسرا، استطيع ان اقول ان هذا مشجع اكثر للانديه السويسريه وليس فقط البطولات التي حصلت عليها الانديه المصريه، ولكن شاهدنا فريق الاولمبي المنتخب الاولمبي امام المغرب يؤدي اداء رائعا، فالفريق المنتخب المصري للشباب ايضا لديه لاعبين رائعين، فاعتقد انهم لديهم فرصه كبيره للعب في الدوري السويسري. على مستوى الكواليتي يمكن الانديه السويسريه قدمت لاعبين سويسريين وغير سويسريين كتير للدوريات الكبيره في اوروبا. والسؤال هنا، وانا عارف ان سويسرا من الدول الغنيه اقتصاديا، دوله يعني متقدمه اقتصاديا، وبالتالي السؤال هنا ليه ما بتفكرش الانديه في سويسرا على انها تطور من نفسها، تعظم من امكانياتها، تحاول تنافس على القاب اوروبيه، ولا القصة عندكم مختلفة يعني؟ Yeah, for sure, the top five leagues, نعم بالطبع نطمح أن نكون من الدوريات الأخرى من الدوريات الخمسة الكبرى. أستطيع أن أقول أن هذا يعتمد على القدرة المادية. أعتقد أن سويسرا هي دولة صغيرة نوعا ما بالنسبة لإنجلترا وإسبانيا وفرنسا كما قلت من قبل، فسويسرا دولة نامية بالنسبة لهذه الدول. أستطيع أن أقول أننا نستقدم اللاعبين، نقدم فرصة جيدة للاعبين، ونؤهل هؤلاء اللاعبين للدوريات الخمسة الكبرى. هذا هو المتاح. طيب أسألك بقى واروح لملف تاني وهو محطات المديرين الفنيين السويسريين في مصر وفي أفريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وخصوصا الحقيقة ان معظمهم
وخصوصا مع النادي الاهلي كلهم الحقيقه حققوا نجاحات كبيره جدا، بدايه من ريني فايلر، كريستيان جروس، ووصولا لمارسيل كولر. ابدا معاك بمارسيل كولر لانه معلوماتي بتقول انك انت كنت في فريق بتدرب فريق الشباب في الوقت اللي كان مستر مارسيل كولر بيدرب الفريق الاول لنادي بازل. انطباعاتك عن مستر كولر في الوقت ده كانت ايه؟ وشفت شغل الراجل ازاي؟ وكان ايه رايك في محطه انتقاله للعمل في افريقيا مع عملاق القاره النادي الاهلي المصري؟ بداية أنا سعيد جدا، أود أن أبدي سعادتي أن أرى مارسيل كولر يؤدي هذا الأداء ويقوم بهذه النجاحات مع النادي الأهلي. مارسيل كولر هو يعمل بجد، هو مجتهد جدا، ولا أتعجب حينما أرى ما يفعله في مع الأهلي. هو منظم جدا، ملتزم جدا، وفي النهاية هذا يؤدي للنجاح. أعتقد أنه يفوز بالمباريات نتيجة هذا الالتزام، وهذا ما سيفعله فترة قادمة في مصر. اللي عمله مارسيل كولر في الموسم الحالي مع النادي الأهلي يعتبر تاريخي، تتويجه بكل البطولات باستثناء طبعا بطولة كأس العالم اللي يمكن تكون ليها حسابات مختلفة، لكن على المستوى المحلي والمستوى القاري حقق المدير الفني مارسيل كولر مع النادي الأهلي 5 ألقاب. عايز أعرف يعني أخبار متابعة نجاحات السويسري مارسيل كولر في سويسرا ايه؟ الاعلام او وسائل الاعلام او جمهور الكوره ازاي بيبص لانجازات مارسيل كولر من الجانب السويسري؟ أعتقد أن الجماهير في سويسرا وخصوصا في بازل فخورون جدا بما يفعله مارسيل كولر وما حققه خارج سويسرا خصوصا الفترة الحالية. نعم، حينما نرى الآن المشجعين السويسريين وخصوصا مشجعي بازل حينما نسألهم عن مارسيل كولر، نعم هو أدى نجاحات كبيرة جدا مع الأهلي ونحن فخورون بذلك. منتخب سويسرا عامل شغل كويس في تصفيات اليورو، اعتقد انه متصدر مجموعته، هل متوقع انه يستمر في المنافسه وايه هي توقعاتكم ليه في النسخه اللي جايه من بطوله اليورو؟ نعم، لدينا بداية جيدة في مرحلة المجموعات، 10 نقاط حتى الآن. نعم، الآن لدينا 3 مباريات فوز ومباراة تعادل، ولكن خلال البطولة كل شيء ممكن، لا نعرف ماذا سيحدث. يظل منتخب سويسرا منتخب صغير، نحاول بأقصى جهدنا، نحاول أن نقوم بأفضل ما يمكن، ولكن بالنظر لما فعلناه في السنوات الأخيرة أستطيع أن أقول أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا في البطولة القادمة في 2024 لننافس على البطولة. نجاح ريني فايلر ومن بعده مارسيل كولر هل يشجع المديرين الفنيين السويسريين على العمل في أفريقيا؟ نعم، أعتقد ذلك. أعتقد ذلك. أعتقد أن العقلية السويسرية تناسب أي سوق يعملون به. هم محترفون، لديهم تطور جيد، فأستطيع أن أقول أن هذا يحفزهم للعمل في مصر. بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة يمكن يعني سويسرا قدمت أوراق اعتمادها على مستوى المديرين الفنيين في مصر هنا، وخصوصا طبعا ريني فايلر اللي كتير من جماهير النادي الاهلي النهارده بيعتبروه واحد من افضل مديرين الفنيين، حتى وان كانت فترته او فرصته ما كانتش فرصه كافيه عشان يعني يكون واحد من اساطير اللي دربت او تولت مسؤوليه النادي الاهلي، لكن اللي اكد على ده الحقيقه مارسيل كولر في الموسم الحالي، واكد على جوده وقدره المدير الفني السويسري رغم حالات الهجوم الكبيره جدا عليه في بدايه المشوار مع الاهلي، الا انه اكتفى بالرد عليهم في نهايه الموسم بالتتويج ب5 ألقاب والبقيه تاتي.